الجوف كثيرة هي الوجوه والقضايا والأحداث والتحولات، ليس أقلك هذا الوعي المفاجئ لمجتمع القبيلة بضرورة نيل مطالبه وتطلعاته، لكن عناوين أخرى تشبه حياتهم الغائبة العقود، همومهم ومعاناتهم الشائكة والمزمنة، والتي كان لعدستنا أن تتلمس تفاصيلها لتكون هي الصوت المعبر عن واقع الحال. وهي قناه تعبر عن كل اليمنيين، أينما وجدت المعاناة، وجدت المأساة، وجدت التقارير الإعلامية الصحية التي تبحث عن هموم ومشاكل المواطن اليمني، وجدت قناة بلقيس. مع اتساع دائرة النزوح وانتكاسة المعيشة وتفشي الأمراض التي رافقت جائحة ميليشيا الانقلاب، تكتشف في أروقة المستشفيات حكايات موجعة، لا سيما تلك التي تأتي من مخيمات النزوح، من المصابين بالأوبئة الأكثر فتكا بالحياة، أو أولئك الذين يظلون خلف الجدران بعيدين عن إيصال أصواتهم ومعاناتهم. بالنسبة لتغطية قناة بلقيس للمجمل الجانب الصحي في المحافظة، أعتقد أن كان لها دور بارز في تغطية هذا المجال وتغطية جميع الحملات والأوبئة التي صاحبت المستشفى خلال هذه الفترة، وأيضا كان لها دور بارز في إظهار وإبراز مدى معاناة الإنسان في هذه المحافظة. من الريف إلى المدينة ومن الجبل إلى الصحراء تنقلت قناة بلقيس، فكانت أقرب إلى الناس إلى الحقيقة في نقلها للقضايا وتغطيتها للأحداث والتطورات العسكرية التي تشهدها البلاد منذ 4 أعوام، فضلا عن تبني خطها التحريري لمعاناة الضحايا والوقوف مع تطلعات المواطنين في الدفاع عن حقهم بالحرية والعيش الكريم بسلام ورفض مشاريع الوصاية والانقلاب. قناة بلقيس قناة متواجدة في جميع الجبهات وتغطي الأحداث، بل سباقة في الصفوف الأمامية في جميع مواقع محافظة الجو. 4 أعوام من انطلاق منبر الناس وتقديم أصواتهم عن أي صوت آخر، كما أنها تحملت نقل المهمة التي اختارت أن تنحاز فيها للإنسان فحسب، وهو المحور الأول لتغطيتها الإخبارية وخارطتها البرامجية وسط محطات موجهة لم تعد مهمتها أبعد من العمل على الانحدار بقيم المهنة الصحفية نحو الأسفل. مهمة صعبة هذه التي تكون فيها صوت الناس بريد همومهم ومعاناتهم والمعبرة عن تطلعاتهم وسط الحرب وتناقضاتها الكثيرة، ولعل هذه المهمة لم تكتمل أمام هذا الفضاء المحاصر بالموت والفقر والمرض في بلد تأكله المجاعة والحرب. علي جرادي، قناة بلقيس، الجوف.